السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب. اليوم عندنا نهائي بطولة الدوري الرمضاني. مثل ما تشوفون هي سوكا ضد أمير. راح نعرض لكم نتائج الدوري كالآتي. هي سوكا 8 لعبات، تعرفون 10 لاعبين، كل لاعب يلعب 9 لعبات. هي سوكا لعب 8-8 فوز. هذا رجع منهم. أمير لعب 8 لعبات 8 فوز. الكيدي بعد ما يفرق إذا اثنينهم عندهم 8 نقاط، اللي يفوز اليوم هو الفائز بالبطولة. طالب سيقة 9 نقاط 7 بوينتس. ليفاي 5 ولينكو 5. الكيدي مع ليفاي أعلى، لذلك جتي 15 نقطة لليدر بورد. طالب سيقة 25 نقطة لليدر بورد. انتهينا من الف. المراكز اللي بعدها كوما، كابوي، سكاي، اكازا، كاجوال. الليدر بورد كالاتي شباب، هذا الليدر بورد. المركز الاول امير 525 نقطة، عنده بطولة السلسلة، بطولة النينجا، بطولة الفرق، بطولة العراق الثالثة، وبطولة العراق الرابعة. هذا امير. المركز الثاني 285، في سوكا بطولة العيد الثانية، بطولة العراق الاولى. لينكو بالمركز الثالث 265 نقطة، بطولة لينكلاو وبطولة واحدة عدة. سكاي بالمركز الرابع 225 نقطة، شايفين كل الأصوات كاتم. سكاي 225 نقطة. عندنا مركز خامس سادس هنا بعد اليوم، بعد اليوم ديفل وليفاي. ليفاي عنده 15 نقطة من هاي البطولة، لذلك راح يعبر ديفل ويصير مركز الخامس. ديفل يرجع للسادس. شيدي بالمركز السابع، اكوما مركز الثامن نفس النقاط. اي جي، علي جبار 50، محمد اسبي، طالب سيقا عده 25 و 25 راح يصير 50 ويا ما تنتهي البطوله مال اليوم. هذا اللي عندنا. يلا حمزه قول لهم خلي يبلشون الشباب. حمزه يلا خشينا اف كي شباب. عراق مورتال كومبات 11 ليدر بورد. هنا الملاحظة، points are collected according to the following order. بارو شباب، first place المركز الاول 100 نقطة، باع النقاط شلون تنجمع مع ليدر بورد. المركز الاول 100 نقطة، البطولات شباب بس انتبهوا، 100 نقطة. second place المركز الثاني 50 نقطة، third place 25 points، fourth place 15 points. points include only the main tournament. بس شباب بس البطولة صارت 50، بس ايه البطولة بس الرئيسية. بس ركزوا لي على هاي السالفة، البطولات الرئيسية، بطولة المحبة، بطولة التنين العراقي، واكو ما اعرف بعد يا بطولة. البطولات الفرعية ما بيها نقاط ليدر بورد، وكلكم اللي يشاركون يكون عندهم علم هذا الشيء اكيد. رجع هذا على اليسار، اي الحظ الواجب بس انا خربطت شوي. يلا عادي عادي هسه سوي، خلي برشون. لا لا لا، ارجع على الليدر بورد. انا اسوي فتشة شغله بعدين، خليني عادي عادي خلي برشون. شباب بس الرئيسية مثل ما تشوفون قدامكم، بس البطولات الرئيسية. ايش عندنا بعد؟ مثل ما شفتوا بعد نوضح الدوري الرمضاني صار دوري باتل رويال. باتل رويال الكل ضد الكل، هذا الكل ضد الكل. هذا النظام راح استخدمه بالام كي 12 اول بطوله ان شاء الله نفس النظام. مثل ما قلنا اللي يغيب او يسوي شغله تعبانه راح يتعاقب معاقبه كلش قويه، مثل ما سوى اكوما. ها رجعوا من جديد. اسمع اسمع تمام شباب. شباب بلشوا جاهز الصوت، نبلش شباب. بدت الشباب حامين النهائي الجراند فاينل في سوكا كيلر ضد
امير من اليسار هي سوكا سونيا ترمينيتر امير حمزه وصل لك اي اقرا التعليقات حمزه ليش ما تقرا التعليقات انا مركز غش هو حلو ما صار وف بانش هنا اوفر هيد سوكا اف تي 5 شباب نذكر البطوله الثانيين هو المصدر ليدر بورد امير ضد الثاني هيسوكا حلوه التيلي بورتس فايت الراوند اول شنو ابرز ما جاء بالتعليقات حمزه قول لي قاعد اوفر هي اي نرجع بعدين اي بالضبط كابتن نجوان بطولات الرسميه يقول شلون 2-1 اي كمل كابتن حمزه تيلي بورت اوكي شباب نذكر السيت اف تي 5 زوني صحيح بس تيرمينيتر عنده تيلي بورت قوي رشينج هنا من هيسوكا حلوة الوف بانش هيسوكا قوي ابدع وعموره موجود يعني مثل ما قال كابتن نجوان البطولات الرسمية انصحها لك صحيح البطولات العادية ما بيها بوينتس حلو فلولس بلوك صعب بصراحة انتي اير نايس مستعد هيسوكا ترمينيتر مال امير حلوة كونفيرم داون تو جي جيز راوند اول قوي ابدع ثبت النتيجة وان زيرو سوني هنا أنا. Stand down. ديال. واحد صفر. FT5. حاولنا نسوي شو اسمه أكثر بس ما صارت لأن إحنا ثبتنا بالقانون FT5. بلش الجراند فاينل 1-0 امير تجول يقول سوكي ياخذ شوف اطلع الراي والله لحد الان اكو تصويت شباب جوا تقدرون تصوتون زوننج اكيد اوفر هيد لو ما يمشي المكس على امير صعب اوه نايس كراش قوي ابدع امير بياخذ علي هذا هيد كونفير كلش عجبني حلو الانتي اير اوفر هيد جي جيز بعد هذا البعض يو ار نو ثريد صعب انه هذه تأذى كل شيء سوكا ضد السيمينيتر جو اوكي ريستارت ريستارت لو لا لا ثانية اوفر هيد هذا للزاوية نايس انتي اير عمي الانتي اير 10 على 10 هنا
10 على 10. لو ياب لعبتها كلها قصر بالزاويه شباب، ما ادري يطلعوا من مكان الزاويه نهائي. فلولس بلوك، فلولس صدق. بلس ريستان، حزر فزر اوفر هيد، حزر صحيح. ليش ما استخدم الفيتال؟ ليش ما استخدمت الفيتال يا عين؟ اوكي بعد خلصان. نايس استخدمه، قال هسه استخدمه. رياكشن كارت كان كلش عالي كمان من صوته. يجي الكابتن بشار. نبث بعدين الاعاده، نبثها على اليوتيوب. الحلقات الاولى هي عندنا الفيتال. حلو. بيجيبها للزاوية. لو. ما في اللينك كومبو هنا ما اجى. حلو اون هيت. راب زاوية. مدى يروح. حلو كوماند جراب. خلاص ديب جامب. حلوة. هذا الرام ما كبار. اوه جي جيز. خوي ابدع. الكلة مال ترمينيتر مو؟ لا ترحم الكلة يا ابا. الصوت شلون كابتن من صوت الموسيقى والصوت التعليق؟ هالي؟ لا لا انت شوفه. شيكته؟ شيك انه مرة ثانية. 2-0 اوكي. ميسوكا وضعيته شوي تعبانة. ممتاز الأصوات؟ ايه الموسيقى وكل شيء تحبنا ياه؟ اوكي بشار يقول هيسوكا. بس ترى بالمناسبة بشار إذا تقول هيسوكا نير ولا مرة خسران نهائي. ولا نهائي خسران. لا تيسون فان حبا هيسوكا كيلر. نبلش الجيم الثالث. 2-0 الامير. شلون يلعب بعد؟ حلو. شو يريد يسوي؟ يسوي على موديول بواحد مثل الامير. لاعب كامل. شو عنده؟ لازم يسوي شغلات ما يسويها قبل. اوكي ضايعها. ضايعها هو قبل. حلو الكونفيرم. ماشين جاي جاي مشمش. اوف فلولس بلوك. بيك بانش. الزقي. الزقي. دومينيشن مان. خوي ابدع. الانتير قتله. قتله. اوفر هيد. مجزره تصير هنا بشرف. جابه جابه من فوق. اويلي على الكوماند جراب. قتل عنيف. الزقي. فلولس الا شويه. جابه من التليبورت. شوف هنا كام باك من هيسوكا. كانسل ذا ريدي فكه ماكو اي مجال. لو بده يحاول كل الطرق. الانتير او ويلي وقفه. كراشنج ابلع خوي. خوي ابلع. لازم يغير مستحيل يفوز. 3-0.
ويلي جريمة راح تصير هنا شباب. صعبة هذا صعبة على أي شيء. كاتم بشار يقول لك أيسون فاز على الراشدي باوح بعدين نغير بالمرة راح يفصل. أقول لك شغلة بيناتنا الحكي ما صدق واحد من العراق يقدر يضرب ترمينيتر مال يمين. مو مسألة بطولة فتش بصراحة. والله على ودكم يعني صريحين. هو يمل منه يسوي له دروب وجبرين ويفيك وهذا. والله ايش بيك؟ من الاخير اذا فاز ما اعرف اذا يقدر يفوز هيسوكي حنشوف. بس صعب كلش مستحيل. ايه هم سب زيرو عندك 50-50 كابتن نجوان. بلش 3-0 صعب 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 ما يعني كامل لاعب كل شيء كل شيء عنده كل شيء انتي اير فلولس لين كومبوز سبيسينج بيشنت بيتنج كل يعني عنده هي سوكا بس مو انا اقول لك اللي عنده شويه الحيله اكثر بس هذا كل شيء. انا مره تدري ايش قال لي الكابتن بشار؟ علوه الوف بانش كراشينج ما يرحم اليز جيم قوي ابدع عندك صرفه هذا مو مال واحد يشاقه ويضمه يسوكا الصحوه خلينا نشوف اليز جيم وان هيت ضاع راوند اول مره تدري ايش قال بشار؟ قال انغل واحد بالعراق باللعب يعني هو امير لان جامع مال اولد سكول والنيو سكول جامع السوالف مال اولد سكول والنيو سكول مرة قال لي بيها الاولد سكول بشار بنفسه. اوكي. انا بلوكبل انا بلوكبل. انا بلوكبل؟ بس هاي هاي تقدر هاي ماكو ما يقدر يزون نهائيا. انت مال امير صدقهم اي والله ما يعني مو غلب اسكندر اف تي 5 اسكندر سب زيرو اي غلبه اي غلب اسكندر سب زيرو وراد يلعب بعد وياه ما يريد يخلي يروح لبيتهم الا يلعب وياه الا يفوز عليه وقال علي اسكندر اقوى ترمينيتر بالعالم اسكندر قال مو انا قلت قال اقوى ترمينيتر بالعالم هو راح اسكندر مريض بس لاعب يعترف قال وين رايح ود خلاص كوماند جراب نايم جي جيز خذها قوي 3-1 مو سهل يا ابي سوكا مستحيل تخلص 5-0 الكابتن نجوان يقول هسوكا لازم يلعب ترمينيتر هم وليفا يقول اني فسه طلعت من البطوله يا بطوله بس اي بس ما خسران فاينل امير ها فاينل ليه ما خسران امير ما خسران فاينل لانه علي منو بعد كتالاريا علي راشد بشار يقول الماتش اب مو بالانس يقول لي لازم يقول لازم يجيب سيتيريا اي صعبه بس يلا اخذ جيم هسه بعد عنده سيتيريون او ما هو تشيلو سوني بعد stand down ما ترمينيتر نفس اليوم يقول يخسر ويا علي الراشدي اوكي الكابتن الاولد سكول بشار يقول يخسر اذا خسر يعني يعتبر اول مره خسران فاينل بلش 3-1 يسوكا ضد امير بكره فايت لازم يتعامل بيت الوزن حلو اوفر هيد هذا سترينج مش عارف يسوي بس بالبطولات بس بالنهائيات هذا سترينج يسوي اوكي حلو انه هارد ناك داون بس رجع للزاويه حلو ريفرسل صدق والله صدق حلو سترينجات مش شايفه قام يسوي اي والله بس يسوي بالنهايه سترينجات قام يستخدم هيسوكا اول مره اشوف بس بالنهايه
استخدم الذكاء. او نايس كملها حلوه هي سوكا خوي ابدع. ديزاون سوني تشوفون ام ديزاون سوني هذا الزاوية لازم يغير. هو عرف انه اللعبة العادي ما يقدر بس بسرعة بجيم جيمين يقدر يغير ستايل اللعبة. هيسوكا لاعب وحش صراحة. حلوة قاطعها هيسوكا صاحي هنا فعل الريج مود جو جو. الالترا انسكت فعلها ايضا هيسوكا عده يابا قال له تعال امير شنو انت خاصي العراق انت مو علينا الزقه خوي ابدع. 500 وما ادري كم نقطه بالليدر بورد ما تقول لي شنو في الماكس. هيسوكا اثنين شباب هذا الليدر بورد طلع لكم اياه مثل ما تشوفون امير ب 525 نقطة. شوفوا الليدر بورد يعني حتى لو فاز اليوم علي ياخذ 100 المركز الاول 100 الثاني 50 الثالث 25 الرابع 15. التغييرات اللي راح تصير طالب هنا راح يجي 100% راح تجي 25 نقطة يصير 50 بالاخير طالب. ليفاي اول مرة راح يطلع ولأول مرة راح يعبر الدفل يصير عنده 215 نقطة. يا شباب مثل ما تشوفون هاي والنوت على اليمين لازم تقروها. نرجع 3-2 وعلقت علقة رسمية. اوكي غراب هيسوكا زونينج غير لعبه كله غير كل طريقه لعبه هيسوكا. لا لا غير لعبه غير تذكر ايام السجن اتذكر اتذكر. وهو شنو اللي التقهر امير دائما كل ما يجي للكل يقولهم انتوا شو وقت ما اجي اقتلكم حتى لو اترك يعني هواي يدقرهم. امير الداقور رقم واحد على التوب جير. الزقه حصاره بالزاويه كتل عنيف فلولس الزقه تحول تحول على امير والله تحول بشرفي تحول شغل النشيناري كابتن دي جي على السريع. راوند اول هاي صار السالفه التحدي مستحيل بعد واحد راح يغير. امير الدقر ماله كله على التوب تيرز خاف قيس يدقر اللو تيرز امير يدقر التوب تيرز دائما. الزقه حلو هذه تعال هنا ابلع قراب طلعها للغدارة شفتين اقوى لعبهم لحد الان. لا بيسوي هذا بعد تشيب جارد هنا قام يستخدم تشيب جارد يسوي حلو صده كل مره تمشي ما تمشي ما تمشي دائما على الدباع سوى التليبورت هنا انا غير ستايله الزقي قوي ابدع غير الستايل مالته كله يعني كان يسوي تليبورت يقول هسه قام يسوي تليبورت لا يجي اي والستاجر قام ميك اب الستاجر قام يضرب ضربه تليبورت غير كل طريقه لعب ما ده يهتم للتليبورت للزونينج مال سوني نهائيا. حلو تعال خبر ياخذ غير غير زونينج ينتظره يا اما ينتظره غلط يوقف الكومبو صحيح. زونينج 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 سبيسينج كلش حذر من الاثنين دا يجيبها للزاوية بعد يجيبها للزاوية دا يسوي له بيسنج شقاق اللي هنا هنا امير هيسوكا دا يريد بقية الزاوية للنهاية كومبو ريسيت لين كومبو ينتهي زون قذر الزقة هنا بلاس كوماند جراب تعال للزاوية هسه يقول له تعال خليني افهم ما شفنا الكراش من هذا اليوم عدد
بس قال لها سيقول لعصابك اليس جيت حلوه بدا يعطي مجال حافظه يقول لي انا مستعد قال لي مستعد لكل شخصياتهم اليوم يسوق والاوفر هيد قوي 3-3 مثل ما يقول الكابتن بشار يصير النتيجه كابتن بشار مشعوذ سحار ابو النولج كله هنا أنا كابتن بشار اليس جيت 3-3 الاولد سكول من يقول الكل لازم يحترم من شوية شباب نذكر بالجائزة 200 دولار البطولة برعاية الكابتن قيس والكابتن اي جي المركز الاول 150 دولار المركز الثاني 50 دولار تروحون تستلموها من محل بلاي شوب الكابتن نجوان الطابق الثاني الراعي الرسمي للاف جي سي العراقي الكابتن نجوان يعني المعلم الاحمر ذا ريد ماستر اي لازم يبيت اكثر صحيح البيتنج هنا أنا لازم يشتغل اعطيني مجال كابتن دي جي الدي جي هنا أنا همينات وانا نشكر مجهود الدي جي كابتن حمزه وين الكابتن كده 3 2 3 كابتن كده اليس جا حضن 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 هنا تعليقات شفافه لا مو لازم كل شوي اسوي رفرش تطلع لي التعليقات ظل واقفه يا ابني اوفر هيد باعها اليس قبل علي ورا دي باع الكونفيرم هنا انا لا ابشي على الكونفيرم قلت له ماكو هنا انا حضن راوند اول ضوجه ضوجه للوحش لك تندق بالوحش يسوك لك 525 والله بس البوينتس اللي قدام اسمه تخوف شلون يلعبون ضد ذول هيك صاحي بس يسوك مين شفت الباحه اللي انكو رجف من شاف النقاط هد قام يرجف مات لا ما ارجف ليش ما ليفاي اخر شيء من الخوف قام ما يصد ليفاي يسوك يغير لعبه وايد إليس جيل لعبة. هذا هو الشعور إليس جيل وف بانش هي سوكا يقتل قال وحش عليكم بابا وحش عليكم انتم اللاعبين البقية أنا ما عندي أي مشكلة أبوصلك أفعصك ما كمل الرنج من شانك البانش حلو الأوفر هيد يزيد الأوفر شنو الريستان هنا حلو نايس مان يعني انت شفت شعور امير الخوف يعني بارحة ليفاي الراوند الاخير قام ما يصد من الخوف انتهى حسنك الخمسة صفر وسكت وهذا ماكو اي رحمة يعني ابطال يضيعون بس بين يعني انت خمس اول سيت بالبطولة 500 و 500 اي اي هذا سيت البطولة نشوف هذا السيت هنا انا جربوش اللاعبين العراق كله بالسيت الاول بس هيسوكا بده يتناطح من صدق ويا شو اسمه ويا امير والله ما خلى شغله هيسوكا ما سويها كلها اللي يسويها ايه ما خلى بعد شيء اول مره اشوف شغلات اللي يسويها بسوني ما شايف انا يمي والله بالشغلات بسوني ما صايره قبل شو يسوي لاعب يريد يفوز الولد يريد يفوز روح كابتن البيري ما يصير عليه البيري ما يصير جربها مره واحده ما يصير عليه يلا البيري يشوفه اليس جيت كان ها والله كراشنج كراشنج جي جيز قوي ابدع قدام مجهود 6000 هذا لا ده قلت لك الوحيد اللي لا تشوفه طب باع الكلب هذا 530 4000 امير شو يريد يسوي بعد ما يسوي يعني هو الثاني نقول الثاني بعد امير هو هيسوكا 285 نقطة والثالث لينكو 265 أربعة ثلاثة شباب راح نشوف النهائي اي فايدة يحكي الكابتن الزون دا يوكل هذا امير يلحق عنده رياكشن هو صغير 18 رياكشن افول يلحق هذا يلا كابتن شغلنا اخر شيء
أربعة ثلاثة شباب. إذا فاز أمير ينتهي كل شيء بعد. يصير بطل بطولة ال. التعادل. الدوري الرمضاني. أربعة كل. أربعة كل. أربعة كل. نشوف هنا. بلش. تيليبورت نايس. وشان شيك ما توقع به. حلو الفلولاس. تحول تحول. إلزقة. خوي أبدع. يو دمره. الازقه هاي المشمشه على اي سوى اي لين سوني ما عدمت ببلع شو يسوى كومبو داون 1 سيت بوينت شباب نهائي الدوري الرمضاني اقوى بطوله لحد الان سويناها اقوى بطوله هاي النهائي هي سوكا على اليسار امير على اليمين اوكي خوفا من الزون هنا نصيحة الأولد سكول يقول له قلل الزون الكوماند جراب والله يهم بالك يعني الكوماند جراب هذا جارنتيد ورا هذا الداون فور شوف حلو الكوماند جارنتيد ما تتحرك بعد شله يعني شله وف بانش هيسوكا يصرف اصرف كل اللي عندك كل شيء يا ما انت تناطح ويا وحش وحش الزق الفلوس والله هيسوكا ويا البعبع مال العراق ذا يتناطح باعه لا لا مستحيل لك لا فوته امير ضيعه ضيعه والله راح يتندم امير كلش بشرفي ضيع الفوز الفوز لك لا مستحيل امير البعبع العراقي سكتت الازقد اشوف لك شنو هاي حصاره بالزاويه 3 يراجع على الزاويه لا يصرف دمج تيليبورت كراشينج لا ماكو كراشينج حلوه الكانسل في سوكا كانسل شنو السرعه الاسطوريه حلو اوفر هيد سطر سطر لو اوفر هيد نايس مان كم باك يور بال وان تاتش او لا مستحيل هاي شوت ريستان حلوه هي سوكا قوي يعدلها يابا يقول يابا اذا البعبو علي يقوم وابلع انا مو ما عندي بعبو اذا هو بعبو عصير انا بعبو علقت والله اربعه سوكا اقوى فاينل لحد الان بثينا يا شباب اقوى فاينل باقوى بطوله والله عمي تريد الصدق تريد الصدق شباب والله ما توقعت انا 5-1 انا متوقع 5-2 قلت امير راح يفوز والله هذا اقول لك اياها ما توقعت واحد يلعب بالفاينل ويا امير هيك هيك مستوى ما توقعت عندنا يعني بالعراق صراحه بس هيسوكا فاجئني هيسوكا والله صدق فاجئني أربعة كل. إذا أخذ هاي يعني هذا هو بعد. إذا أخذ البطولة عليك. يلا شغلنا آخر شيء كارتين دي جي. بسرعة. نبلش شباب. آخر جيم بالبطولة. هيسوكا ضد امير الدوري الرمضاني FT5 جراند فاينل اقوى بطوله واقوى نهائي لحد الان بتاريخ المورتال كومبات العراقي حلو جابه باللو فلولس للرنج الثاني تحولوا هنا فينهم هذا يصير فلولس الثاني يقدر يفنش حلو تيليبورت نايس خذها للزاويه يو حلوة كانسل جراف هيسوكا زونين زونين حذر حلو فنشا والله للرينج التليبورت تليبورت
رعب ترمينيتر بي دمير رعب. باري قلت لك شوف كابتن اولد سكول ما يمشي الباري عليه امير. خذها للزاوية لازم يكسر كسر. حلو دراب ما جاب الدراب حصل. فاينل راوند امير يابا علقت مسوكا هذا كل شيء صح هذا وف ماكو بانش حلوه هذا بالمد لا تضيع وف وقتك هي سوكا تعطي وف حلو شافن مايكرو داك مان هي سوكا زون ينتظر اللحظة ويجيب تليفون ما سوى سوى هذا فيك ماكو 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 ما يقدر يسوي شيء من هاي ما دا يروح بالشيمي أبد ما لا واحد ما يروح بالشيمي شو تسوي له والله ليش ما سوي له أنت يا رب دبا إليس جو أوف بنش بيج دامج هاي ضربة بلاس اي مش تشيب 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 اخر شباب اخر راوند اربعة اربعة فاينل كل شيء هنا هيسوكا ضد دمير البطولة الدوري الرمضاني مستحيل اينهم جايين مضين على خير هذا كمان دقراب خلنا نسوي كونفيرم حلو الكانسل الكانسل كل السريع قلبه ميت يعني كانسل بوجهه ترمينيتر اوكي كمان مشي بيج دامج هذا للزاوية ماكو بار ديفينس هنا امير كانك الزقا وان شوت وان تاتش وان تاتش مستحيل وان تاتش وان تاتش من الاثنين لازمه وحده جيجيز الطايره مستحيل مستحيل هسوكه نو سو امير اويلي ويفك العقده يا شباب مستحيل بطل هسوكه لا اخيرا يخسر اخيرا يخسر امير دب علي الاتاري مستحيل والله ما متوقع دب علي الاتاري خلي ما متوقعها والله لحظة خلنا نسويها له هذا اويلي اي اربعة رسته وكل الراوندات رسته وكل شيء جي جيز جيجي الشباب في سوكا كيلر مبروك الشامبيون بطولة العيد 100 نقطة مبروك ليدر بورد امير مبروك المركز الثاني 50 نقطة في سوكا 100 نقطة جاهزة $150 تروح تستلمها من الكابتن نجوان مثل ما قال له اولد سكول نقدر نقول اتصلنا على اتصلنا على في سوكا بالله اتصلنا عليه حصلنا على السريع خبرنا اياه إذا نقدر نحصل الشباب البطل بصراحة أقوى نهائي أقوى نهائي صارت لي كابتن نشوف إنه علاو تسمعنا يا سوكا أبو حسين شوية خذ لك مكان ندري الجمهور داير مدارك والله الجمهور جاي يشجعني إيه شنو رأيك شلون هذا شو توقعت أنت متوقع اليوم تفوز على أمير بصراحة الصدق والله صراحة كنت متوقع بس هو اليوم فاجأني كلش فاجأك مو؟ اي والله اي خوف بس كنت متوقع افوز بس صراحة انا فاجأني بالبداية اي زين اقول لك انت توقعت تسوي عليه كم باك من تقدم عليك 3-1 مو تقدم 3-1 والله هي انا اجابة صعبة على امير من صارت تقدم عليه 3-0 بس الصراحة ظليت مركز 3-0 كانت؟ 3-0 انه افوز وارجع اها يعني كنت ضامن الكامباك وعد 3-0 لا يعني ركزت قلت ما يخالف خلنا نبقى هادي والحمد لله والله على تركيزي لان اليوم نطيت المفارق كبير يعني كان
صحيح صحيح. اي القيمه كلها قريبه. اي مبروك ابو حسين المركز الاول 150 دولار و100 نقطه ليدر بورد. تستاهل والله ولا خساره. شكرا لكم والتنظيم صراحه والقيس وعلي جبار وتنظيم عاشديه كان كل اللي وايد جيجيز جي 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 يلا يلا تشامبيون ماي نيم از ستار جبار يلا فاسي انا اقوى لاعب بالعراق تستاهل والله تستاهل تستاهل تعبت وحصلت يلا شايف كل الخير مع السلامه لو بس طلب لك شغله ممكن اضيف كابتن حمزه يمكن امير اكثر لاعب موهوب اي هذا متفقين على ما حد موهوب رقم واحد اكثر لاعب مجتهد أي. هو علي الراشد صحيح السوكي كلام صحيح كلش مشتغل باللعبه كلش ولاعب كلش تعال قرب صوتك ويدخل براكتس ويدور ويشوف فيديوهات وكل شيء كل هذا النيل. شباب براكتس يعني 10 ساعات باليوم تدريب 10 6 تدريب ما عدا اللعب مرات يوصل 6 ساعات باليوم تدريب ما عدا اللعب ساعتين ثلاثه يعني يوصل تقريبا 10 باليوم لاعب صدق محترف 100% ونشكر شباب كل الحضور والجمهور والمعلقين والكابتن حمزة بالتنظيم ونشكر أيضا الكابتن قيس وعلي جبار على الدعم الرهيب لحد الآن داعمين الصندوق مال مورتال كومبات 450 دولار أقوى اسمه 450 دولار لحد الآن نشكر كابتن قيس والكابتن أي جي علي جبار ونشوفكم إن شاء الله بطولات ثانية سيتات دقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.